أين ذهب حمد بن خليفة؟ أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد الثاني. فمنذ تخليه عن السلطة لابنه لم يغادر حمد المشهد، بل ظل يستقبل المسؤولين ويقوم بزيارات دولية بشكل رسمي، وقيل إنه كان يحكم من وراء الستار. لكن فجأة اختفى حمد بن خليفة من المشهد، وظهر أفراد الأسرة بمفردهم في الفعاليات المختلفة، بل حتى في صلاة عيد الفطر لم يكن هناك وجود له. أخبار تناقلتها بعض المصادر عن خروج عراب الانقلاب في قطر عن وعيه ووضعه قيد الإقامة الجبرية بعد تدهور حالته العقلية، ثم انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل. وقيل إن أحد العاملين مع حمد سربه وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. فهل أعاد التاريخ نفسه وأزاح تميم والده من المشهد؟ وهل لهذا السبب لم يسلم حمد بن جاسم على تميم في مصلى العيد وجلس متجهما طوال الوقت؟ وهل هناك صراع خفي يجري داخل قصر الوجبة؟